اي انسان يجي يخدم هذا البلد نخليه على راسنا احنا، مهما كان اي قوميه اي شيء، بس واحد يجينا يخدم هذا البلد داعك الطفل داعك البلد صار بي، والله العظيم تعبنا مهلكنا. مطلوب من بالضبط من المرشح الجديد؟ والله المرشح الجديد بس يكون قبل كل شيء خليه يكون انسان تقنقراط، يعني واحد يكون عنده شهاده، البلد تعرفه، انسان ابن وادم يجي يخدم هذا البلد، يجي يشوف شوف الوضعيه مال هاي الناس. يعني هسه هاي الناس كلها دعك عليها، كلها بالشوارع لا شغل لا عمل، بطاله عطاله، زين ماي ماكو، كهرب ماكو، الماي نشتري شرايه، والله ماي البير ذبحنا، والله الماي الحلو نشتري شرايه، والله ما نظيف. يعني امراض جرب صار عند العالم، والتنكر بتاكي ب 5000 دينار، يجي يفوت على بيوت العالم شو صار بيها، يرضى بهاي العيشه؟ يرضى؟ زين يرضى بهاي العيشه اللي هو يعيشها ببيته يقدر؟ يقدر؟ خليه يفوت على بيوت العالم، حد العالم تطبخ على شوله، ما عنده حق قرينه غاز يشتري. زين العالم والله تخبز على خشب. ليش؟ زين واحنا بلد نفطي. اريد واحد ادمي ابن وادم يخدم البلد. اريد واحد ابن البلد ابن الموصل، اريد واحد يفتر يشوف المعاناة الجانب الايمن بالاخص، الجانب الايسر ما رحموا الجانب الايمن، يروح يقعد له شهر شهرين يجي يقول له تعال اطلع من البيت، اريد ابني دي يرجع، هو يجذب على مود يغلي الايجار عليه. الحمد لله انا ما قعدت ايجار، الناس قالت ايجارات لحد الان ب 400 و 500 الف و 600 الف. اريد واحد يفتر بالبلد يشوف هاي الخيسه، يشوف المدارس، يفتح الجوامع، يفتر على الفقير، ما واحد جوعان الشبعان ما يفكر بالجوعان، خلي يتقون الله بنفسهم، كافي عاد كافي تعبنا. ما اريد ان واحد منتمي الحزب وجوعان يجي يشبع براسنا. اثنين نريد هاي الانقاض يشيلوها من المدينه. ثلاثه عندك المواد الغذائيه، الطحين صار لنا 5 أشهر 6 أشهر ما جانا حبايه طحين ما جانا. وين مجلس المحافظه؟ وين اهل البطاقه التموينيه؟ ما حد مرنا ولا حد جانا. هاي الانقاذ كلها شيلناها بفلوسنا، من جيوبنا شلنا هاي الانقاذ. والله ننصح محافظ نزيه، يجينا محافظ نزيه ويخدم البلد هذا حتى لا تعود الاخطاء القديمه مع العقوب. المحافظ الجديد يجب ان يكون كفوء واكاديمي ورجل ما منتمي للاحزاب، لانه كل من ينتمي للحزب يشتغل لحزبه ما يشتغل لاهل البلد. ونحن عندنا شخصيات بالبلد تغطي منصب محافظ ومنصب رئيس وزرائهم. شو المطلوب بالضبط من المرشح الجديد؟ المرشح الجديد لازم يشتغل، لازم ينظر الى اهل البلد مثل ما ينظر الى بيته، بيته واقع، بيت الناس هم واقع. ينظر الى المجتمع اللي عانى اللي شاف ضاق المر، ضاق الجوع والعطش والخوف والارهاب والقمع من داعش، خلي يجي يرفه هذا المجتمع. رجل يكون قوي، رجل شجاع. لو يجد المحافظ تريد التعاون والدعم المطلوب من المواطنين، هل يمكن فعلا ان ينهض الموصل؟ بس يكون ينسى جيبه والمليارات طبعا ينفع. اذا ينسى جيبه والمليارات ينفع. واذا اول ما يجي قبل ما يجي هو محضر فرد اربع خمس بنوك محضرها حتى يبيضوا له اموال، ها؟ يبيضوا له اموال، ونعرف الاموال مال العقوبه الصب صارت، نعرفها ونعرف ايش سرق. اذا الحكومه ما تعرف خلي يجي يسالون مني، انا ما اخاف لا من العقوب ولا من جده. شنو سوى العقوب؟ سرق البلد، ايش سوى؟ حتى اموال النازحين سرقها، حتى الوجبات الغذائيه مال النازحين سرقها. يعني هذا البلد نايمين ليش؟ نحن نشوف بس ما نقدر نحكي، ما شفنا احد جاء قال لنا تعالوا ايش عندكم حتى نسولف له. والله اريد انه مرشح يديم البلد، يندار على المكانات المدمره، يصلح البلد، اصلاح البلد وخدمات. شو مطلوب بالضبط من المحافظ الجديد؟ نريد ادامه البلد واصلاح البلد وهاي الانقاذ، هاي هذا هنا اكو مقبره جماعيه، اكو هنا مقر مال ماي، اريد هذا الاعمار هذا المصلح. يكون المحافظ الجديد من الاحزاب السياسيه او شخصيه اكاديميه مستقله؟ والله اريد ان محافظ مستقل، والله ما اريد، اريد ان محافظ نزيه، اريد ان محافظ من عائله نزيهه، من عائله شريفه. والله يجي هنا يشوف هاي المنطقه، اذا شاف هاي المنطقه ورضاها يخلي رضاها على بيته. هذا هاي الناس كلها تعاني، هاي الساعه كلها تعاني من هاي الشغله.
هسه المي قالوا ماكو، قلنا ما يخالف عاد نشتري كهرب ماكو ما لازم. زين هذا الطريق شلون كان؟ هاي البيوت هي شارته، هاي الاهالي هي عشيل من جيبها تدفع. محافظ جديد اول شيء يعمل المجاري وبلديه يحضرها هنا على داخل المناطق، مساعدات ماكو غير بس هاي الهلال الاحمر، هذا اسبوع جت نص الوكاله اخذت. وثاني شيء مجزره مال بيبسي ما حد ما سال عنها ولا حد قال ولا حد داعى بها. 200 شخص انا عندي ثلاثه فاقد، غيري اربعه غيري خمسه، معانات مجزره المعمل بيبسي ترى يا ناس ارحموهم والله ماتوا، والله ولا حد جاء دحق عليهم ولا حد قال لهم منو انتم.